نعم، لو قلنا بصحة صدور خبر التزويج وعليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن معترضا، مع اعتقادنا بشكل قاطع بأن الأمر لم يكن هكذا، لأن النصوص عند الطرفين تشير إلى ذلك. فالإمام عندما أرسلها إليه إنما كان الهدف من ذلك حثه على التراجع عن هذه القضية. إذ أنه عندما يراها بهذا السن المبكر